العلماء على مستوى العالم في مجال الانكولوجي ان كلينيكال فارماسي تبقى ممثله في هذا المؤتمر. ده كان تقرار من الاستاذ دكتور هشام الغزالي، ويعني ما في مشكله واجهتني الا استاذ دكتور هشام الغزالي رئيس الجمعيه الدوليه لاورام الثدي وسكرتير عام المؤتمر والعضو العربي الوحيد في الجمعيه العالميه لاورام الثدي، الجمعيه العالميه لاورام الثدي، هي يعني اعضائها كلهم من اهم العلماء على مستوى العالم من اوروبا وامريكا، العضو العربي في الميدل ايست الوحيد استاذ دكتور هشام الغزالي. ما في عقبه واجهتنا الا مشكورا يعني ذللنا، وربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناته. الكورس بتاعنا اتصمم على كذا جزئيه، يعني الكلينيكال فارماسي هو مجال زي ما يعني كلنا عارفين مجال دسم ومجال متشعب ومجال تحته يعني عناوين كتيره جدا وقت كتيره جدا، ويعني الزملاء اللي بيبداوا الكارير او حتى بيشتغلوا احيانا بيبقى يعني يا ترى ابدا منين، او يعني الموضوع اوله فين ويتلم ازاي. فاحنا يعني فكرنا ان احنا لو قعدنا ندرس في المعلومات المفروض ندرسها مش هنخلص، والعلم لا ينتهي، ولكن في بدايه. البدايه دي بفكر التيلور والفارماسيوتال كير في جزئيات بوابات اساسيه خليني اقول هتوصلني في 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 بعد ان شاء الله محاضره الانكولوجي فارماسي بكره، ان هيبقى في بيبر ورقه بالجود براكتسايزنج بروسيدورز للي عايز يشتغل في مجال الكلينيكال فارماسي. طبعا مؤتمر الانكولوجي احنا بنخصص كلامنا عن الانكولوجي، انما كلامنا ينطبق على اي مجال. الميديكيشن انترفنشن والدكتوره منال القمامسي استاذه الدكتوره قامت يعني بمحاضره رائعه، وبعد كده الفارماكو ايكونومكس واهميتها وضرورتها في شغلنا. النهارده او المحاضره بتاعت الثامن يوم النهارده هي في الدراج فور اكشن، والموضوع معلش انا بس يعني بسمي الدراج فور اكشنز بالسهل الممتنع، او اللي خلينا نقول لما بتحرك كيس فيها probable drug interaction بتبقى حقل أسبان، لأن زي ما هنشوف مع بعض إن drug interaction هو بيبقى manifested بإيه؟ بـ adverse effect أو بكمبلين. الكمبلين دي بتبقى كمبلين عامة، عيان بيشتكي من hypotension، عيان بيشتكي من severe myocarditis مثلا، عيان بيشتكي إن الامينو سبريشن خد كيموثيرابي وجاي نفس سايكل، المفروض ان النادر ده بعد فتره مثلا الراحه اللي بياخدها العيان بين السايكلز، فبنلاقي ان احنا العيان جاي بالعد بتاعه واطي يعني. فطبعا ما نقدرش نديله الكيموثيرابي بتاعه والعلاج بتاعه، يعني ده ممكن يكون سبب دراج انتراكشن. فاي كومبلين نظريا يشتكيها العيان هي ممكن تكون بسبب دراج انتراكشن. فتحديد بقى المسؤوليه للادويه ان ده او المشكله التفاعل الدوائي ان ده بسبب الدراج انتراكشن او انواع الدراجز المختلفه، زي ما هنتكلم دراج انتراكشن مختلفه، ده موضوع مش سهل ولازم يبقى بنتحرك فيه بنظام وفي خطوات منظمه عشان اقدر اوصل في الاخر لنتيجه او كونكلوجن او ادفايس للسيجن ميكر وهو الفيزيشن، اقول والله في دراج انتر اكشن. الدراج انتر اكشن هنا حلوله كذا يعني ما بنكتفيش، وده احنا اتعلمه مع بعض دلوقتي، وليتر اون ان شاء الله الكلام ده هيبقى في ايفنتس بشكل موسع يعني متخصص بس في الايكونومكس او الدراج انتر اكشن او فيبقى نصيحتي المخصصه تيلور بالكيس بالبيشنت كويس، بتتقال السيجن ميكر الطبيب بشكل محترف، والحلول كل ما الحل يكون ابسط كل ما ده دليل اقتدار اللي ادى النصيحه. يعني التصعيب المسائل مش دايما بيبقى مطلوب او صحيح. طيب انا هسال سؤال، يعني الدراج انتر اكشنز، يعني حد يقول لي كده بسرعه ايه الدراج انتر اكشن، او ما هي انواع عشان اكون محدد اكتر، ما هي انواع دراج انتر اكشن؟
سؤال بسيط وكلنا عارفين ده ايه. ها حد يجاوب؟ كويس. بس دراج دراج ودراج تمام. ده اشهر حاجه دراج 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 فود دراج ديزيز. الفيزيكال لما الدكتور ماهر طبعا اللي هي الكيميكال دراج انتراكشن. ودي يعني على درجه عاليه من الاهميه، لان معلش يعني انا دوري مش مجرد ان انا براجع ادويه وبس، انا يعني ان انا اوصل بتنفيذ الخطه العلاجيه والثيرابيوتيك بلان اللي اختارها الطبيب واتفق عليها مع بعد الفحوصات وبعد كل حاجه، اوصل انها تتنفذ باحترافيه. يعني ايه باحترافيه؟ يعني ان العيان ياخد اعلى فائده ممكنه ماكسيمال بنفيتس ومن ما ريسك. دي القاعده الاساسيه عندي في كلينيكال فارماسي كلها، ماكسيمال بنفيت من ما ريسك. ايه انا ككلينيكال فارماسي اقدر اعمله في تنفيذ العلاج؟ قد يكون ترتيب ادويه بدل اي بي سي خليها اي سي دي مثلا، ترتيبهم بس يختلف يفرق معايا. طيب حاجه تانية، يعني تنفيذ العلاج ده مش بس ان العلاج يتصرف، تحضير العلاج بطريقه صحيحه كويس، نختار السولفنت المظبوط اللي هو اللي بيبقى فيه الماكسيمال ستابيليتي، حاجات كتير. ف ال الدكتوره منال في المحاضره بتاعتها قالت ان هي شافت في شتة وقت من الاوقات ده عيان بياخد 18 تفه. طبعا مش هدخل بقى ان ده صح او غلط، او ولكن ايه احتماليه ان ال 18 دواء دول ممكن يتفاعلوا مع بعض؟ خدها بقى يعني بقوانين الرياضيات، يعني تبادل وتوافيه، هيطلع لي عدد لا نهائي من البروبابيلتيز ان ممكن دواء رقم واحد يتفاعل مع بقيه ال 18 او نمره 2 يتفاعل مع بقيه ال 18 او، فاصبح هنا في يعني احتمال لا نهائي. الطريقه البسيطه اللي انا هقوم جايب اي تكست معتمد قيم محترم، في كتب كتيره جدا محترمه وليها قيمتها طبعا العلميه، اشهرها مثلا ستوكلي كلنا عارفينه. ستوكلي عايز حد يقول لي الكتاب ده متخصص في دراج انتراكشن، ده بيحط لي كام دواء مع بعض؟ لان الفكره اللي انا بشرحها دلوقتي هي اللي مبني عليها كل حاجه بعد. يعني ستوكلي في فهرس في الاخر بيحط لي، حد عارف في كم بيحط لي البروبابيلتيز، يعني احتمال دوائين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا احتمال دوائين. يعني لو عيان بياخد، احنا بنقول 18 دواء، خلينا ابسط المسائل، بياخد ثلاثه، عايز اعرف في احتمال بالطريقه الكلاسيكيه، هل في احتمال ان العيان ده معرض لخطر ان يتعرض لاي مشاكل صحيه او مضاعفات نتيجه تفاعل ادويه ولا لا؟ فهاجي على طول كده اقوم جاي فاتح ستوكي وهقول لكم على حاجات ثانيه بس، وهبص كده على دراج منهم وادور بيتفاعل مع ايه. كويس؟ طيب ما هو هصور على تو دراجز نمره واحد واثنين او اثنين وثلاثه، واحد وثلاثه. طب فين بقى ان الثلاثه بيتفاعلوا مع بعض؟ ما عادي جدا ان دراج 1 ودراج 2 بيتفاعلوا كويس، اديني ريزلت معينه دي بتودد وخليني اقول كلينيكال سيجنال. الكلام ده كلام كلينيكال سيجنال كان صحيح بس كلام نظري، ما ينفعش معنى. الدكتور عايز يسمع مني كلمه مختصره مفيده، الثيرابيوتيك بلان دي تمام ولا في ملاحظات تتظبط في الدراج انتراكشن وخلافه؟ ف طيب هنقل شويه على البي دي ار. البي دي ار اللي هو البوزيشن دراج بوزيشن دراج ريفرنس. البي دي ار ده في منه هارد كوبي وفي منه سوفت كوبي. سوفت كوبي كويس، ممكن ادخل اكتر من دوايين ثلاثه او اربعه ويشوف البروبابيلتيز. يعني بيعمل ايه باختصار السوفت وير ده؟ بيعمل سيرش في قاعده البيانات اللي عنده، يا ترى ايه في دول مع بعض ولا. لكن مفيش ما اللي انا عايز اوصل له، مفيش كتاب، مفيش سوفت وير في العالم وانا مسؤول عن الكلام ده، ويلاقي غير كده يقول كويس يديني ديسيجن في دراج حتى اللي مكتوب كلينيكالي سيجنيفيكانت ويل دوكيومنتد. الراجل ده بيتكلم على تو دراجز بمثل بسيط جدا وواضح لينا كلنا، ان مثلا لو عندي تو دراجز الاثنين بيعملوا هايبرتنشن. طيب ايه وضع
اشتركت ليه في القصه دي؟ ما ممكن يكون في تاثير عكس. فالتو دراجز بيعملوا هايبر تنشن، وان دراج بيعمل هايبو تنشن. فيا ترى يا ترى النت ريزلت عندي كانسلنج الهايبر بالهايبو ونو افكت، ولا الاكسجريشن اوف هايبر تنشن او ان العين يخش في مرحله لا هيجي حركته هي انا بس مش قوي كويس. طيب سؤال تاني، ايه علاقه الكلام ده بحاله العضلات السيرجيك على العين؟ عنده باثولوجيكال كونديشن او كونديشنز هتاثر لي في الكاينتكس او في الادفيرس افكت باترن على العيان. اصبح هنا ان ما ينفعش ان انا لا اتخلى عن مسؤوليتي كلينيكال فارماسيست وعضو فعلا في الميديكال تيم بان انا ابحث وادرس، وانا اقصد الكلمتين دول ابحث وادرس، مفيش حاجه هقولها مصدقه. يعني اما اجي اتسال سواء بقى في دراج انفورميشن سنتر او في بشتغل في ميديكال تيم في قسم انكولوجي، او اما اتسال هو في تفاعل بين دراج كذا وكذا ولا لا، ما ينفعش اجاوب على طول لان اجابتي غير دقيقه. لازم اعرف كلامي. يعني انا كنت ناوي ابدا المحاضره بالسؤال ده، بس يعني يعني هل الدراج دراج انتر اكشن بيشنت سبيسيفيك ولا دراج سبيسيفيك؟ يعني ايه سؤالي؟ يعني هل هو بيعتمد على تو دراجز بيتفاعلوا مع بعض وما كنت ادويه بتتفاعل مع بعض؟ انا ببص على الادويه، ولا هو بيشنت سبيسيفيك؟ يعني ممكن نفس الادويه بنفس الدوزز وكل حاجه بس في عيان وعيان. كويس؟ بيشنت سبيسيفيك قولا واحدا. كويس؟ لان الـ يعني زي ما قلنا من شويه ممكن الثيرابيوتيك بلان هي هي بالدوزز بكل حاجه، ويعني فرق بس مشكله المادة في العيان، عيان عنده مشكله عنده تغيير بس فيسيولوجي كونديشن هتغير لك الشكل العام وقرايتي للادفيرس افكت باترن بالنسبه للادويه. طيب الكلام ده ليه كوست؟ يعني كان في بحث اللي هو قديم شويه يعني مش حديث منشور تبع الامريكان فارماسيوتيكال اسوسيشن. كويس؟ واللي يحب منكم يعني ممكن ابعته له. كانوا بوقتها يعني من كم سنه يعني عملوا سيرش كده في امريكا الكلينيكال فارماسيست او صيادله المستشفيات بيوفروا على امريكا فلوس قد ايه؟ في ايه؟ في بند واحد، بند واحد بس، ان هم بيتداخلوا بحيث ان الادفيرس افكت والدراج النيجاتيف دراج انتراكشنز السلبيه قلت بشكل سيجنفيكانت، فهو انفاقه على اصلاح الادفيرس افكت دي ومعالجه المضاعفات قل. ده بند واحد. في عندنا بقى تجزئه جرعات الادويه وخلافه، ده حاجات اضافيه بتعلي قيمه الكلام. فلو انا يعني عندي سبع ادويه مثلا، سبع ادويه دي في احصائيه يعني موجوده وموجوده في السوق، ان لو عيان بياخد سبع ادويه الريسك اوف دراج انتر اكشن عند محتمل يتعرض لتفاعل ادويه غير خطير 40%. كويس؟ طبعا ده في المجمل كل ما بتزداد خطوره الادويه. لو انا هتكلم بقى اونكولوجي كلنا عارفين الادفيرس افكت وهنتكلم فيها بكره ان شاء الله للانتي نيوبلاستيك دراجز ومدى عنفها ومدى خطورتها. انا بتعامل خايف بين حدين، توكسيستي ولوس اوف افكت. يعني لا انا مطلق الحريه ان او الطبيب ان هو يقلل الجرعه بشكل مجمل، لا، لان في اثر علاجي مهم احداثه، بس في عندي النارو ثيرابيوتيك ويندو هنا والريسك اوف توكسيستي ده برضو اخاف على العيان منه، لان ده ليه مشاكل كبيره جدا. يعني زي ما هنشوف الادفيرس افكت في الانتي نيوبلاستيك دراجز عنيفه جدا، وفي حاجات خطيره جدا ولها قصه كبيره بينا في التعامل معاها. فيبقى هنا عندنا ان انا لما بتكلم في بوتنشال دراج انتر اكشن، لا مش ده اللي هطبقه على العيان، ابقى عارفه استرشد دي، ابقى فاهم ان في هنا الاحتماليه الريسك على العيان تو دراجز اللي بيتفاعلوا مع بعض دول، ده في ريسك ادرسه بقى ابحثه اقيمه. الكلينيكال سيجنفيكت دراج انتر اكشن بتبحث برضه في ضوء الباثو فيسيولوجيكال كونديشن والديزيزز اللي العيان بيشتكي منها. طيب دي حضراتكم قلتوها. في بس حاجه مهمه احب اضيفها،
اللي هي الجزئيتين دراج دراج انتر اكشن احنا يعني نتكلم فيها فورا، وهي الشق الاكبر مننا لما نتكلم في دراج انتر اكشن بنتكلم على دراج دراج انتر اكشن. الدراج فود انتر اكشن انا معلش اخليها دراج دراج انتر اكشن. ايه الفرق؟ فود اللي هو الفود الاكل كويس. طيب في نيوترينتس انتر الفورمولا بياخدها العيان كويس، لبعض العيانين بيبقى محتاج تداخل عنده كاتابوليك ستيت عنيفه جدا، مهما كان الكومبلكس فورم بتاع الفود الناتشرال فود مش هيساعده صحيا، فبيبقى مهم جدا ان احنا نديله سمبل فود سمبل نيوترينتس كويس. مثال بسيط جدا على اهميه ده، معروف من البرستيتنج فاكتور للانجينا كويس الاي بي بي، ده حاجه معروفه يعني اي ان شاء الله عنكم جميعا يعني اي حد بيشتكي من انجينا اول حاجه قبل العلاج الدكتور بيكتب له فروشته كده افويد الاي بي بي. ليه؟ افويد هيفي ميلز، الوجبات الدسمه، لان عمليه الدايجيشن ودي لود على السيركيولاتور فتبقى لود على. اصبح هنا ان السيمبل فورم انترال نيوتريشن دي ممكن تتفاعل مع الادويه ازاي؟ هتتفاعل في حاجات كتير، قد يوجد دواء بيزود لي الكاتابوليك ستيت بتاع العين معدل الحرق. كلنا عارفين ادويه بتخسس، بتخسس ازاي الكيميكال؟ انها بتزود معدل الحرق، بتزود البيزل ميتابوليك ريت. فهنا لما انا عيان مش لازم بقى بياخد ده عشان يخس، لكن دي ادويه بيبقى لها هذا التاثير، فلازم اكتب عندي اعتبار فده تفاعل دراج ميوت. هنقوله في وقته بالتفاصيل بس ده للتنويه يعني البارنترال نيوتريشن، ودي قصه كبيره هنقولها برضو النهارده ان شاء الله. الدراج ديزيز انتر اكشن، الوهله الاولى عايز حد يقول لي مفهوم عن دراج ديزيز انتر اكشن ده ايه؟ يعني ماذا يعني دراج ديزيز انتر اكشن؟ كونتراندكيشن ماشي كويس. يعني وليكن في دراج لنيكروتوكسيستي والعيان اللي عنده الكلى تعبان او زي السيترالين اذا انستاكوتك مع العيان الهايبرتنسيف تمام، يبقى في ادفيرسيتك كويس تمام ده صح. اتفضل. عشان برضو كلكم بتتكلموا في نفس النقطه اللي هي ان في ديزيز وفي دراج ليه ادفيرس افكت نفس الديزيز ده، يعني في سميه على الكلى في نيكروتوكسيستي وفي دراج زي السيسبلاتين مثلا. احنا خلينا نتكلم في السيتوكوكس دراج، السيسبلاتين معروف ان هو نيكروتوكسيك وحاجات تانية كتير يعني. ها ممكن مثلا لو عيان مثلا عنده حلو ده طرح جديد طرح اخر. ان قصدي حضرتك البروتين بايندنج هنا يا ترى ايه موقفه يعني؟ بس الكلام ده مش مطلق، احنا ما عندناش حاجه، احنا اول كلمه في البرنامج بتاعنا تيلورنج وفارماسيوتيكال كير، فما عنديش شيء مطلق، ما فيش حاجه اسمها هو اي عيان يشتكي من ليفر ديزيز والالبومين بتاعه او البروتينز واطيه ان ده لازم هيحصل له مشكله في ان الفري فورم هيبقى اعلى وتوكسيستي، او لو برو دراج يبقى لوس اوف افيكاسي. لا ده مش مطلق، لكن الفكره صح، بس بنفصلها بقى اشوف هتعمل المنطلق المدخل صح تمام. طيب في حاجه ثانيه حضرتك قلت يعني عن الليفر ماشي، عن الليفر ده بيشتكي من ايه تاني؟ بيشتكي من حاجه اسمها اسايتس كويس. عارفين الاسايتس؟ الاسايتس اللي هي تجمع الفلويدز في تكوين الابدومين. طيب ده ايه موقفه من الادويه؟ بيحصل ديستريبيوشن ده سيت سبيس وكاريزرفوار كانه في برولونج اكسبوجر للدراج تمام؟ طيب فاصبح مفهوم الدراج ديزيز هنا حاجه ثانيه. معروف ان في مثلا الكونجستيف هارت فيلير بيحصل كومبنساتور ميكانيزم كويس، فيحصل ايه؟ القلب الهارت مش قادر يضخ الكارديك او الدود المفروض يضخه عشان يغذي كل السيستمز، فعنده ايه بقى؟ اولويات. في لسته كده ربنا سبحانه وتعالى مبرمجنا عليها، ايه الاهم فالاهم فالاقل اهميه؟ مين اللي يديله الاول؟ مين اللي يديله الاول؟ قبل البرين الهارت. انا ادي نفسي انا لو ما اديتش نفسي مش عارف ادي حد صح كده ولا ايه؟ يبقى يدي الهارت وبعدين نمره اتنين برين.
تمام؟ فنلاقي ان معظم البلد سيركيوليشن بيتحرك في هذا الاتجاه، وعلى حسب بقى الدرجة الهارت فيلير يبتدي يوزع الباقي. ده معناه ايه؟ معناه ان البلد فلو للكدني اختل، للليفر اختل، لللنج اختل، للمسل اختل، للجي اي تي اختل. لا طيب ده معناه ان لو العيان ده واخد اورال فورم ممكن الابزوربشن هنا في كلام. طيب لو دراج ميتابولايز في الليفر يبقى الكليرنس هنا في كلام، في برضه انا بقول ايه في كلام كويس. الكدني برضه نفس القصه. طيب لو في عيان ده بياخد مثلا، خليني اقول دوكسوروكس مثلا كويس، هو ممكن يبقى عنده جست هارت فيلير وياخد دوكسوروكس؟ ليه؟ حسب انجكشن فراكشن، على حسب هو بنصلح الكونديشن كويس، لكن ستيل برضه في الهايبر سيركيوليشن للهارت. ده معناه ايه؟ معناه ان كميه الدواء اللي ماشيه في الدم اللي رايحه لاماكن كان المفترض بيها في الحالات العاديه اثناء دراسه البروتوكولز، وانتوا عارفين طبعا الكيموثيرابي ادويه الاورام وضع مختلف، في البروتوكول بتدرس وبتاخد ادويه مع بعض وحاجات دقيقه جدا. هو لما جرب مش مفترض بيه يجرب على حالات خاصه، ده دور الخبراء في الميديكال تيم بقى، كل واحد في جزئيته من ضمنهم الكلينيكال فارماسي هو اللي يقيم ويدرس الريسك هنا ايه. ده معناه ان كميه الدوكسوروكسين كويس ليه كارديوتوكسيستي، طب هتروح للهارت وكميات اكبر. طب معنى الكلام ده ايه؟ عندي حاجه من الاثنين، لازم يبقى في قرار من كده ناخد بالنا عشان بلاد فلو نتيجه الكونديشن دي اهو باصف فيسيولوجيكال كونديشن رايح على الهارت بكميه اكبر. ده معنى ايه؟ ما نديش نقلل الدوز، لا لسه لا منوترنج صح، منوترنج بايه؟ حاجات بقى بنقيس الكاردياك فانكشن بالاجكشن فراكشن، دي حاجه ممكن الدوبلر يبين البلاد فلو يا ترى كوركتد ولا لا، في تغيير مش في تغيير. طب انا دوري فين هنا؟ ان انا قلت خدوا بالكم احتمال يحصل كذا، في ريسك. طبعا ده دور عظيم جدا لسبب، لان الشطاره والمصلحه العيان وبالايمج بتاعه الهوسبيتال وكل حاجه، ان انا كابتدار برضو امسك كده وخد امسك ده دراج انتر اكشن اهو والحل بتاعه كذا بس حصل، او ان انا لا خدوا بالكم احتمال يحصل كذا فنعمل ايه عشان ما يحصلش. يبقى ده زي دار انذار مبكر من كوقايه للعيان من حدوث اثار جانبيه. طيب لو العيان ده بياخد بلاتينول، هو بتاع الكونجست هارت فيلير، البلاتينول ليه كارديو توكسيستي وليه نيفرو توكسيستي، طيب انه ريسك هيزيد وانه هيقل ولا الاثنين هيزيد ولا الاثنين زي بعض؟ احنا قلنا بلاد فلو للهارت زياده يبقى ريسك هيزيد، طب للكدني هيقل يبقى هنا كليرنس هيقل، النيفرو توكسيستي هتقل بس كليرنس هيقل. يبقى اتوقع هنا ايه؟ في عندي في الدراج في الادفيرس افكت للكيموثيرابي حاجه اسمها جنرال توكسيستي وفي سبيسيفيك توكسيستي. جنرال توكسيستي اللي هي ميوكوسايتس كويس، الميونو سبريشن. طيب هو النيفرو توكسيستي قال كسبيسيفيك توكسيستي، والكارديو توكسيستي زي البروبابيلتي بتاعتها زادت، لكن اتوقع ان العيان ده ريسك للميونو سبريشن ولا لا؟ ان هو معرض ان يجيله غير زميله اللي ما عندوش، هو خد نفس الدوزس ونفس التشخيص وكل حاجه بس هو مش عيان ما عندوش كونجست هارت فيلير. ده اتوقعك لازم اخد بالي كويس ان العيان ان العيان ده معرض بشكل كبير جدا ان يجيله الميونو سبريشن، ممكن يجيله نفس السايكل بتعمل له سي بي سي، نبص نلاقي العدد بتاعه واطي وما اقدرش اديله الدوز. طب الحل ايه؟ اقدر اقيه هذه المشكله ازاي؟ يبقى اقدر اجنب العيان بتاعي المشكله دي بان انا اطمن كويس على ايه؟ احنا قايلين كونجستد هارت فيلير، انا عايز اطمن على ايه؟ على كليرنس صح كده؟ طيب يبقى مهم ان احنا نعمل فلويد شارت، اعرف فلويد ان واوت ايه، ممكن نعمل لينا فانكشن نتاكد كويس قبل ما ياخد الكيموثيرابي. تمام؟ مش المفروض ان الدراج دي يكون ليها بروتوكول، يعني انا لما اجي اهدف الدراج الفلاني انا جنبه احط التحليل الفلاني والفلاني والفلاني، وقبل ما
هو ده بيحصل فعلا، ده بيحصل فعلا، ده الحل المنطقي يعني. ما هو خليني اقول لك يعني، هو العيان اي عيان هيبدا كيموثيرابي بيبدا ان هو لازم تعمل له فحوصات، من ضمن الفحوصات دي خلاص الدكتور قرر له العلاج، بتعمل له وظائف كلى وكبد بعد يعني. ده اي بي سي يعني، مفيش عيان هياخد دواء انجلوكاستيك دراج من غير ما يتعمل له وظائف كلى وكبد وعدل دم. طيب الاوبشن هنا ايه؟ ان دلوقتي انا شفت وظائف كلى وكبد كويس، خلاص وظائف الكلى، وظائف بحد ذاتها السيرام كليات ما بتدينيش صوره دقيقه عن حاله الكلى، في كرياتينين كليرنس. طيب كرياتينين كليرنس عشان احسبه صح لازم ابقى هقرر انا هحسب على العيان، العيان ليه حاله من ثلاثه يعني، انا مش عايز اخرج بره الموضوع دي، هنقولها في الكالكوليشنز ان شاء الله. انما العيان ليه حاله من ثلاثه بالنسبه لطوله، يا اما ايدر باد ويت، يا اما اوفر ويت، يا اما اندر ويت. كويس، انا هحسب على لو عيان اوبيس. طيب اوبيس ده يعني هو طوله وفي وزن زياده، يا ترى هحسبه على الاوبيس ويت ولا على الايديال؟ طب لو عيان اندر ويت هحسبه على الاندر ولا على الايديال؟ هتفرق في ايه؟ هتفرق ان هو لو اوبيس وحسبت له على وزنه الاكشوال ممكن يحصل له توكسيست، صح كده؟ لان مش كل الادويه ديستريبيوتد في الباد تيشو، فده لازم يدرس ويبحث. يبحث ازاي؟ هنقول ان شاء الله بكره. كويس، في الانتولوجي فاضل يعني. انا لو عندي دراج جنرال كده عشان الكولج مثلا بيزود البوتاسيوم، فبالتالي انا بعمل ريز ماي بوتاسيوم وبقول ان الدواء ده بعد كده يوم هعمل بوتاسيوم ثاني في الباد ولا تمام. احنا بنعمل مونيتورنج ده البروتوكول بتاع اي حاجه. جميل، ما فيش كده. طيب هنتكلم بس في جزئية، احنا اتكلمنا على الدراج دراج انتراكشن تضحية يعني، وبقى يعني مقدمة الدراج دراج انتراكشن لها يعني، الكلام ده يعني قتل بحثا لها شكلين او تو ميكانيزمز، الفارماكولوجيكال والفارماكوكينيتيك. كويس، الفارماكوكينيتيك يبقى لو انا هقيم تو دراجز او مجموعه من الادويه لازم ابص على الفارماكوكينيتيك بارامترز اللي هي الابزوربشن والديستريبيوشن والكليرنس او الميتابوليزم والكليرنس. طيب ال تو دراجز ممكن يتفاعلوا ازاي في مرحله الابزوربشن؟ اما ان دواء بيقلل الابزوربشن بتاع دواء، كويس، او بيقللوا ازاي؟ حاجه من الاثنين، يا بيعمل ان ابزوربابل فورم كومبلكس فورم، كويس، يا اما بيعمل حاجه ثانيه، بيعمل ابسريشن كويس للميكوزا اللي هي الجزء من الانتستين اللي بيحصل ابزوربشن عن طريقه، فزي كل ادويه الاورام تقريبا معظمها يعني. تعمل ميوكوسايتس، الميوكوسايتس هنا بتبقى حاجه من اثنين او الجريدنج بتاعها حاجه من ثلاثه، اما جريد 1 او جريد 2 او جريد 3. كويس، جريد 4 دي بتبقى حاجه عنيفه جدا، لازم يبقى العين هوسبيتالايزد، انما الجريدنج دي على حسب ايه؟ على الديجري اوف ارسيشن. طيب الميكوسايتس لو العيان ده جريد 3 و4 مفيش ابزوربشن من الجوائز خالص، تمام. فلما الاقي العيان بياخد عنده العيان محبوس في قسم الاورام ودخل في جريد 3 او جريد 4 ميكوسايتس، يبقى لابد ان لو بياخد اورال فورم لازم اغير او انصح بتغيير الدواء ده ببديل اي بي لازم، تمام. طيب الديستريبيوشن احنا اتكلمنا وانتوا اللي قلتوا ان العيان لو في عنده مثلا ديد سبيس اوف ديستريبيوشن بلورال ديفيوجن او اسايتس ده بيغير الديستريبيوشن. طيب التو دراجز ممكن اتفاعلوا بالطريقه الكلاسيكيه ازاي؟ ان هو يحصل سبستيتيوشن، يعني عندي تو دراجز واحد الاثنين بروتين بايندينج فواحد طلع من مكانه. طيب الفكره هنا الديسبليسمنت ده بيحصل او سيجنيفيكانت في انه نوع من الادويه؟ اللي هو البروتين بايندينج فوق 90%، لازم شرط عندي ان البروتين بايندينج يبقى 90% ويبقى هايلي سيجنيفيكانت لو فوق 95%.
في الدواء ده معناه ايه؟ معناه لو في دواء البروتين بايننج بتاعه 98% الفري فورم بتاعه كام؟ 2%. طيب لو في دواء تاني البروتين بايننج 99% يبقى الفري فورم. طيب مين هيعمل ديسبلاسمنت لمين؟ ال 99. كويس. فده معناه ايه؟ معناه ان لو حصل ديسبلاسمنت ل 1% بس كان العيان ده خد 50% زياده من الجرعه. كويس. طيب الكلام ده اهميته ايه؟ اهميته هو بالضروره اي تو دراجز اكشف عليهم كده هبص هلاقي تو دراجز دول البروتين بايننج 98 99 يبقى لازم في مشكله على العيان. لا ايه اللي يقيم لي الموضوع ده؟ هل الدراج ده الميتابوليزم؟ لا. هل الدراج ده وضعه ايه بالنسبه للليبر؟ بالنسبه للميتابوليزم الادويه اللي هي ميتابولايز في الليبر بنقسمها لمجموعتين: هايلي اكستراكتبل دراجز ولو اكستراكتبل دراجز. طيب الهايلي اكستراكتبل دراجز وضعها ايه هنا؟ ان هي اكستراكتد بسرعه بتطلعها بارتيشنين في الليبر بسرعه تختفي من السيستميك سيركيوليشن بشكل سريع. طيب هنا لو حصل ديسبليسمنت والدواء ده يعني خلاص في 50% كده بقى فري فور بس الدراج ده هاي اكستراكت فهيحصل ايه؟ خلاص حصل مش هيحصل حاجه. كويس. طيب النقطه الثانيه لو هو لو اكستراكت يبقى هنا هيظهر الادفيرس افكت بتاعه لان ما حصلش كليرنس ليه بالشكل السليم. طيب بالنسبة للميتابوليزم في الليبر في عندنا ثلاث مجموعات. فعندنا الأدوية إما سبستريت للليبر كويس أو إنزيم إنديوسر أو إنزيم إنهيبيتورز كويس. كلام الكلاسيكي اللي كلنا عارفينه فأنا مش هوقف عنده كتير إنما هقول معلومة بس بسيطة إن ممكن يبقى تو دراجز عندنا سبستريتس بس الافينيتي اوف وان دراج دراج ايه اعلى من دراج 2 فيحصل سبستيتيوشن نفس فكره بالظبط البروتين بايننج. كويس. الكلام ده بنعرفه من جداول كويس موجوده في كتب الفارماكولوجي وكتب الفارماكوكينيتكس بتوضح لي الجزئيه دي. بيبقى الادويه متقسمه والله السبستيتيوت بتاع انه نوع من انزيم لان الليبر انزيمز ما هياش السيتوكروم بي 450 اللي هو مسؤول عن الميتابوليزم ما هوش وان انزيم زي ما انتم عارفين دي مجموعه انزيمات ايزو انزيمز فمهم ان تو دراجز يبقوا سبستيتيوتد لنفس الايزو انزيم. تمام. طيب الانزيم اندكشن انزيم انديوسرز زي مثلا الريفامبسين. كويس. ده الكلاسيكي اللي بيضرب بيه المثل دايما في الانزيم انديوسر. امتى الانزيم اندكشن بيحصل للعيان او بيحصل في بيحصل بعد كرونيك افكت بعد فتره من الادمنستريشن يعني 2 ويكس او 3 ويكس. فلو عيان هياخد دواء بادئ انزيم اندوسر النهارده وفي دراج تاني وخايف ان هو متابولايز في الليفر وان هو ممكن يزود الكليرنس بتاعه ويوصل في الفيكاسي بس هو مش هيكمل هو هياخده يومين ثلاثه خلاص فالكلام ده يبقى ملوش قيمه ان انا اقول ان في هنا انزيم اندكشن هيحصل لان الكلام ده هيحصل لدرجه اللي بيحصل ادوانس اللي هو انزيم انهبيشن وسبستيتيوشن. تمام. طيب عايز اسال سؤال لو عندنا حاجه زي الهلوبزان. الهلوبزان ده اللي هو الايفوسفامر ده من ادويه الكانسر او التومور. طيب الدواء ده ليه ادفيرس افكت فظيع جدا اسمه هيموروجيك سيستايتس. تمام. الهيموروجيك سيستايتس ازاي ممكن تبقى مايكرو حاجات صغيره ما تتشافش غير بالميكروسكوب يعني بليدنج خفيف جدا ممكن تبقى ماسيف بليدنج رهيب. طيب الكلام ده بيحصل ازاي يعني مش نتيجه الايفوسفامايد نفسه ولكن نتيجه ميتابوليزم اسمه الاكرولين. تمام. عشان كده بيدوا معاه ميزنا كويس لازم بيتاكلوا يا اما مع بعض يا اما بلل مع بعض يا اما بتاخد مع الاورام مع جرعه الايفوسفامايد وبعدها باربع ساعات بعدها ثمان ساعات حسب البروتوكول انما لازم نزمه
ليه نزع؟ عشان الأكرولين ما يعملش الهيموروجيك ستاتس. طيب في بروتوكول معروف يستخدم في الايفوسفامايد مع حاجه اسمها الايتوبوزايد، دواء اسمه الايتوبوزايد او البيبسين. تمام. طيب ايه مشكلته ده؟ مشكلته ان هو في بعض العيانين لو اتاخدوا مع بعض يحصل سيفير هيموروجيك ستاتس مع النزله. يعني عين واحد نزله بس بيحصل المشكله دي. المشكله دي نتيجه ايه؟ نتيجه الهايزن ستيب بتاعه البيشن ونتيجه سبستيتيوشن الفلوري الانفيوجن ريت بتاع التو دراجز دول. حلها ببساطه ان انا اطول بس التايم اوف انفيوجن، اخليه بدل ما هو ساعه يبقى ساعتين بتاع البيبس. يعني ببساطه بدل ما البيبس، لان هو البيبس حتى منكم اللي يعرفه اويلي اويلي، يعني الفورمولا بتاعتها شبه الزيت كده وريحه نفاذه. ده معناه ايه؟ معناه ان هو الليفر تيشو اساسا فاتي، يعني هيدروفيلك ولا لايبوفيلك؟ لايبو كويس. فهيحب قوي البيبس ده، هيعمل له يعني اكستراكشن بسرعه من البلاط. طيب والايفوسفامايد اللي موجود ده وضعه ايه؟ يطلعه برضه لانه ايه؟ هيدروفيلك. فيحصل ايه؟ الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ احنا قلنا ايه؟ الادفيرس افكت. نركز شويه. الادفيرس افكت بتاع الايفوسفامايد نتيجه ايه؟ ميتابولايت. طيب لما يطلع البيبس يخش ويطلع الايفوسفامايد يبقى مش هيحصل ميتابوليزم. طب ازاي بيحصل في العيان الكلام ده؟ يعني ازاي السيتوكروم بي 450 اللي هو في الليفر ما حولش؟ فاهمين الفكره؟ واخدين بالكم الفكره؟ طيب الايفوسفامايد بيطلع بالسيتوكروم بي 450 اللي هو في الليفر، بيحصل ميتابوليزم ويطلع اكرولين. الاكرولين ده هو اللي بيعمل المشكله. جه البيبسين ده كان بيطلع الايفوسفامايد من الليفر، هيحصل ميتابوليزم ازاي؟ صح؟ طب ايه رايكم بقى ان هو بيحصل فعلا بيحصل الميتابوليزم والاكرولين بيطلع بس مش في الليفر. فين بقى؟ سيتوكروم بي 450 موجود فين تاني؟ موجود في الانتستين. ماشي صح. وفين تاني؟ ايوه موجود في الكدني، في البروكسيمال، في النيفرونز لو عارفين الرسمه بتاع النيفرون. في البروكسيمال والديستال تيبيولز موجود بشكل مركز كبير، يعني تاني مكان بعد الليفر في سيتوكروم بي 450. خلاص هو الايفوسفامايد طلع ايفوسفامايد كويس، راح السيركيوليشن راح على الكدني بيور ايفوسفامايد كويس. طبعا هيعمل مشاكل اعنف واكتر لانه راح لوكال على مكان التاثير. يعني الاكرولين لو طالع من الليفر هيحصل ديستريبيوشن شويه على المصل وشويه كده وشويه على الكدني، لكن لما يبقى الايفوسفامايد بيو كده رايح على الكدني هيدي الادفيرس افكت بشكل عام. تمام. عشان كده بنقول الحل هنا في الادفيرس افكت ده ايه، وفي دراج دراج انتراكشن ده بسيط جدا، ان بدل ما ادي الايتوبوزايد على ساعه فيخش جرعه عاليه على الليفر فيطلع لي الايفوسفامايد ده، انا بديهوله خليني اشبهها كده اطمى اطمى، يعني الليفر بياكل او بياخد الايتوبوزايد حته حته، فمش هيحصل فيه ساتوريشن والايفوسفامايد يحصل فيه ان هو يروح بشكل مركز ويعمل لي الهيموروجيك ستاتس. طيب يبقى اصبح هنا موضوع الانزايم اندكشن والسبستيتيوشن والفارماكوكاينيتيك دراج انتراكشن ليه طريقه في التعامل معاه زي ما شرحنا الاكزامبل ده. دي اكزامبلز على السبستريت، طبعا لا تعد ولا تحصى، يعني في جداول كتيره في الكلام ده. الانزيم انهيبيتورز والانديوسرز. طيب الفارماكو داينامكس زي ما عارفين كلنا ان عندنا تو دراجز. طيب ممكن نخلي الدسكشن اكتبي وانا هسيب وقت في الاخر ان شاء الله نلحق نسأل بس عشان اغطي كل حاجه. عندنا الادفيرس افكت قلنا من شويه، عندنا تو دراجز ليهم نيفروتوكسيستي، فممكن يحصل ايه؟ يا سينرجيست يا تشت. طب هو الكلام ده لازم يحصل؟ يعني عيان اخد دراج نيفروتوكس، خد مثلا خلينا نقول حاجه كويسه جدا، بروتوكول بيتعمل فعلا السيس بلاتينم بروتوكولز كلها
بيحصل ايه؟ السيست بلاتين لازم العيان عشان ناخد توكسيستي وخطورته لازم قبلها بيوم يتحضر. يعني ايه يتحضر؟ يديله هيدريشن يديله دايوريتكس والعيان يتاكدوا ان الفلويد البالانس عنده مظبوط 100% على اساس انه ما يحصلش مشاكل للعيان ده من السيست بلاتين لان هو دواء عنيف جدا في الاثار الجانبيه بتاعته. كويس. طيب ايه رايكم بقى ان هو بيتحط على المحاليل دي مانيتوب وبيتحط لازكس فلوزومايد اما الفلوزومايد ده نفلوتوكسين والسيسبلاتين نفلوتوكسين يعني اللي حاطط البروتوكول ده مش عارف الكلام ده العام كويس بس زي ما احنا قلنا تيلورنج والهاندلنج للقصه دي تمشي ازاي. لو عندي تو دراجز ليهم نفس الادفيرس افكت قبل ما انطق واقول لا في اديشن او سينرجيزم لازم اخد بالي كويس قوي من حاجه مهمه الانسب adverse effect the grade of adverse effect the duration of adverse effect كويس وهنطلع ثلاث معلومات لازم ابص عليهم ابحث وادرس. احنا قلنا في الاول خالص ابحث وادرس هو ببحث وادرس ايه خلاص كده في الارم لا في تو دراجز ليهم نفس النيفروتوكسيسي ناخد بالنا كويس هبص على ايه هبص ازاي هحفظ يعني مش هحفظ كويس احنا كاننا بنتحرك بالظبط كوبن بوك اكزام براجع الليتر تشارت عادي جدا على فكره من واقع احتكاكات كتيره جدا كتيره جدا البوزيشن بيبقى سعيد جدا لما حد من الكلينك فورس يقول له حاسس بالوضع يبقى اللي بيتكلم ده حد بيتكلم على علم كويس هبحثها وهرد ده مش هيبقى ابدا مش مفترض ليا ان انا حافظ كل حاجه وفاهم عارف كل حاجه فاهم فاهم عارف اتحرك ازاي في التحرك بتاعي الريسورسز بتاعتي ازاي ماشي فاماكش بكل بساطه فتيبل كتيره جدا وريفرنس كتيره جدا بكره الدكتوره ان شاء الله عزه هتكلم في دراج انفورميشن على اجيب المعلومه ازاي واقيمها ازاي. فيبقى البوينت عندي ان انا هبص الاول لو دراج ايه النيكروتوكسيستي بتاعته مثلا او الكاردوكسيستي اللي هي ايه اللي يعني ايه في امديت وفي ايرلي كويس انا هقول لكم ان شاء الله بكره في كتاب اليوم على برضو الريفرنس والريسورسز اللي تلاقوا فيها معلومه سهله فين والكلام ده. انما في امديت يعني فورا حالا عيان خد دواء دلوقتي هيحصل دلوقتي في المشكله اللي انا خايف منها. طيب ايرلي يعني احنا بنتكلم شويه 24 ساعه ديز كويس. طيب ديلي كويس لا ممكن يبقى يعني انا شفت في وقت من الاوقات يعني من سنين يعني عيان كان بياكل لاتينوما كويس وكان هو جيرمي سيل كارسينوما وبروتوكول لازم في النوع ده من الديزيزز لازم البروتوكول ده اساسي جيمسيس هو كان بروتوكول جيمسيس جيمزار وجيمسايتابين سيسلاتين. طيب ايه المشكله ان بجد يعني تو بيشنتس اخذوا نفس البروتوكول بنفس الدايجنوستكس في نفس كان هو مكان جامعي يعني مستشفى حكومي فالاثنين محجوزين بالصدفه في نفس الوقت. طيب ايه اللي حصل؟ خدوا الجرعه بتاعتهم تمام وروحوا واحد فيهم جه بعدها بحوالي اسبوعين بايه بقى منفست ايه؟ اكيوت رينال فيلر يعني كويس وعلى ما اتنقل خارج المستشفى للقصر العيني كويس هو المستشفى دي جنب القصر العيني فعلى ما راح القصر العيني كمان. طيب فانا الفضول يعني هو مش تهربا من المسؤوليه ولا حاجه يعني لكن ما كنتش انا موجود وقت الكيسه دي فانا عايز اعرف العيان ده حصل فيه كده ليه. فلما دورت اكتشفت معلومه بسيطه جدا بس خطيره العيان ده اللي حصل فيه المشكله دي كان شايف كده. طيب ما احنا قلنا من شويه ان اي عيان هياخد كيموثيرابي لازم بتعمل له رينال فانكشن كدني فانكشن. طيب ايه رايكم العيان ده اتعمل له كدني فانكشن ولا لا؟ اتعمل له بس هو مين قال ان العيان اللي بيبقى شايل كلير وظيفه الكلى بتاعته بتبقى مش مظبوطه صح؟ فالموضوع كله فين؟ الموضوع بسيط ان البلاد فلو العيان بياخد سيستم الدراج بيفضل الدراج ماشي ايا كان ميتابولايت بقى وايا كان
بيروح بالنسبة التساوي 50% على الليفت كدني و50 على الرايت. طيب في واحدة فيهم مش موجودة، هو راح 100% فكأن العيادة خطة بالدوز. بس بقى مش يعني مشكلته انها ظهرت الفيرس افكت وبشكل عنيف، لان التوكسيستي بتاع البلاتينول وعلى وين كدني، فبدل ما كان بياخد هو البروتوكول ده بيتحسب على 1 ملي جرام بالمتر سكوير، المفروض كل كليه بتشيل 50 بالمتر سكوير، فهو 1 كدني شالت الدوز كلها. طب ده ليه حل؟ اه ليه حل، كان حله ايه ببساطه موجود في البروتوكول، ان في العيانين اللو توليرانس او اللي انا خايف عليهم ممكن اجزا على 5 ايام 20 ملي جرام بالمتر سكوير. دي مفيش اي بنفس فكره اللي هو انا بدي للليفر الليتوزايد ايه اطمى هو دي برضو بدها على ايه حته كده، بحيث ان انا اامن العيان اديله كل دوز وكل حاجه وامن العيان بتاعي من مشكله او خطوره النفروكسيستي. وانتوا عارفين طبعا ان الكدني كل كليه فيها كام نفرون، الوحده الوظيفيه في الكدني النفرون كويس، دي العمله بتاعه. طيب لا تبدد يعني والعياذ بالله النفرون اللي بتنتهي ما بيطلعش بدلها هنا. طب رصيد كل انسان في المتوسط كم نفرون؟ 1 ملي. كويس، فعلى مدار عمره كله على مدار السنين بقى تعرض للفيرس افكت ما تعرضش هي 1 ملي تمام. فده بالنسبه لجزئيه فارماكوداينامكس، ما تسرعش بس لازم اخد بالي ان التو دراجز لو هما ليهم نفس الادفيرس افكت ما هوش في سينرجيزم او قديش اكتر حاجه كزميل ليك، ويعني انا كلينيكال فارماسيست من 99 كويس، فيعني اكثر حاجه بتزعله في الدكتور وبتقلل ثقته في الادفايس اللي بتتقال من كلينيكال فارماسيست ان يتقال معلومه غلط او معلومه مش متاكد منها كويس. مش عيب زي ما قلنا ابحث وادرس وارد، فما اقولش في اديشن في سينرجيز، لا ابحثه ابص على ثلاث حاجات اساسيه، اشوف الانست ديوريشن بتاع الادفيرس افكت، لان لو التو دراجز اللي انا خايف من السينرجيزم ما بيتقابلوش اصلا بشكل فاعل داخل الجسم، يعني هاف لايف بتاع واحد قصيره الادفيرس افكت واحد ايه اللي واحد ليه، فلما دي اللي تحصل يكون تحت مفيش فاهم كويس. فيبقى الواقع هنا ان لو بصيت ببساطه على التوكسيستي باترن وعلى الهاف لايف بتاع الدراجز اقدر ادي ديسيجن محترف وقيم وصحيح طيب. ماشي، هي فعلا مشكله في الهيستوري، بس هي ايه رايك ان فرص ولا فيزيشن؟ طيب هو انا دوري بقى كفارماسيست احنا قلنا ايه، امن استراتيجيه البلان البيشنت في استرابيت الكلام، اشوف ايه الريسكس. انا شايف هنا ان في حاجه انا قلقان منها، لما اقول للعيان ببساطه اخد انا المعلومه ما اقراش حاجه، ما انت بتعملي راوند، يعني المفروض ان كلينيكال فارماسيست بيعمل بعد الفيزيشن على حسب نظام المستشفى، ممكن مع الفيزيشن وهو ماشي او بعد الفيزيشن الدكتور بيخلص مروره فاخر عيان بكون وراه، ممكن يبقى قطع على حسب التنظيم اللي بيتفق عليه. ف انا ممكن الحقيقه اسال العيان اي سؤال، وعلى فكره ممكن العيان يديك معلومه غلط، يعني انت في عيان بيتخيل خصوصا الناس البسطاء ان هو لو اشتكى لك اكثر وبلغك في المساله ان هو كده يعني هيلقى رعايه اهم. ايوه ده كان البيشنت ساعات بتيجي تقول لا انا عايز اخد الدور عشان انا مش فاضي بعد بيت، يعني هو موجود بس النهارده، فهو المعلومات النوتيشن غلط جدا. طيب انا اقصد المعلومه لو انا هسال عن هيستوري ممكن اساله بشكل مباشر او اساله بشكل عام واسيبه هو يقول، واحيانا ممكن اطرح السؤال باكثر من طريقه على اساس اتاكد ان هو بيديني فاكت حقيقيه، مش هو ممكن على حسب ثقافته بقى متخيل ان هو لو قال لي انا حصل لي وحصل لي وحصل لي ان احنا هنهتم بيه اكثر حاجات دي انا اتهف نفسي. فانما هو انا يعني بقول الكيسه دي كانت خطا الكلينيكال فارماسي، ما هياش خطا لان مهمتي ان انا استكمل الاجزاء اللي انا شايف انها مهمه كويس. انت من حقك ان انت تقول للدكتور والله انا عايز اطمن مثلا على الاي ان ار مثلا بروتين فاكتور للعيان ده عشان انا خايف مثلا من مشكله، يعني مونيتور البارامترز دي كلها تقدر تقوليها
ممكن سيروم ليبل، ممكن نطلب سيروم ليبل كويس. وفي معامل كتير بتعمل السيروم ليبل الادويه، وتقدري تعرفي ان هنا في انكريز يعني انه اعلى درجه من التوصيل لسبستيتيوشن او لانزيم انهبيشن، اعلى درجه بان انا بقيس سيروم ليبل اي فعلا. يعني انا لما بقول والله محتمل ان نتيجه التو دراجز دول هايلي بروتين باوندنج نحصل ديسبليسمنت لواحد فيهم والسيروم ليبل يعلى، وعشان ده لوس اكستراكتابل دراج بالليبر وهو متابولات الليبر هيحصل توكسيستي بالشكل الفلاني. ده كلام كويس، لكن اضمنه ازاي؟ اقول والله التوكسيستي دي ايه؟ مثلا امينو سبريشن. طيب عايزين نعرف العدد بتاع العيان الابتدائي، وممكن نطلب عدد تاني. ده دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا لو في امكانيه اني اقيس السيروم ليفل بتاع الدراج ده، يبقى انا كده ايه، دي اعلى ايفن تحصل. يعني الدليل المعملي ان هنا في انكريس في السيروم. عشان ده كده الجزئيه البريدكشن دي احنا اتكلمنا فيها. ده مهم قوي. لو انا عندي مانوال، وده سهل جدا ان انا اجمعه لو هو مش موجود كتكست محدد. ببساطه داتابيز في اماكن كثيره جدا، مثلا ندخل منكم على جوجل ويب تيب بي سي كانسر ايجنسي كويس، وبريتش كولومبيا كانسر ايجنسي، هتلاقوا ده يعني انستيتوت كبيره في الانكولوجي، وعاملين مانوال بالادفيرس افكت لكل الادويه اللي بتستخدم بالطريقه اللي انا بقى كلمتكم عليها، اللي هي شكل التوكسيستي باترن وشكل محدد وبنسبه التوكسيستي وكل حاجه. فده غير ريفرنس ثانيه كتيره، لكن يبقى يعني نقدر ان احنا ندرس بروبابيلتي اوف دراج انتراكشن بشكل علمي وبشكل مؤسس. دي الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها، ديوريشن والكونسبت. الديتكشن، يا اما هنديتكت الادفيرس افكت ده يبقى حصل خلاص او كوميونيكيشن حصل، مهمتي ان انا احل الدراج انتر اكشن بعد ما يحصل، اشوف ايه الحلول اللي اقدر احلها، وده بيحصل يعني وارد ان ده يحصل. طيب الطريقه الثانيه ان انا احاول ان انا اتوقع الادفيرس افكت او الدراج انتر اكشن اللي هيحصل، اتوقعه ازاي؟ عن طريق ان انا يبقى عندي خريطه شامله للتوكسيستي باترن بتاعت الادويه بالفارماكوكينيتيك بارامترز كامله او بالفارماكوكينيتيك داتا، ولما اقدر على يعني عايز اقيم تو دراجز مع بعض، يبقى ممكن نعمل لاين زي تايم لاين اللي هو